انصراف، بدور انصراف نازلين علشان نازلين علشان 30% خارج كتاب الامتحان زائد عدد الفايد اللي ب 1000 جنيه. دي حاجه. المعلمين كمان نازلين علشان الحد الادنى للاجور. احنا واقفين ايد واحده معلمين وطلاب كلنا مع بعض علشان يعني عشان نقول للوزير ان انت فاشل، ارحل، مش عايزينك، انت ما عملتش حاجه للوزاره، ما عملتش حاجه للمعلمين ولا طلاب. احنا بالنسبه لنا احنا كطلاب يعني 30% خارج كتاب الامتحان، يعني خارج كتاب المدرسه، فانت بتضيعني في الامتحان. يعني انت كده انت بتقول لي انت فاشله، انت مالكيش مستقبل في البلد، مالكيش مكان في الكليات، مالكيش مكان في البلد. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه لعدد القيد ب 1000 جنيه، يعني انا اعمل عدد القيد مره واثنين مثلا في السنه، فخلاص كده انا ابويا معايا كام 1000 جنيه عشان يدفعهم لي عدد القيد، عدد قيد كل كام شهر. دي حاجه. وبرده ال 10 درجات بيمثلوا 2.5%، يعني 10 انت ممكن تحذف لي اقاليم بال 2.5%. انت بتحط ثالثه ثانوي ثاني تحت رحمه المدرس 10 درجات، هتقول لي الجنه تنزل تفتش ومنهم طلاب وليها امور، مفيش الكلام ده. انت بتحطني تحت رحمه المدرس الظالم، المدرس اللي هو هيضيعني ازاي؟ يعني انا عشان ما باخدش معايا درس خلاص يبقى انا كده اوت اوف اريا، يبقى انا شكرا ضاع مني 2.5%. انا اسمي امال محمد حسن، مدرسه في مدرسه الجيزه الكهربائيه. احنا مطالبنا مش كتير، عايزين نطور التعليم وعايزين نغير الوزير، لان هو ضد المعلم وضد التطوير وضد اي حاجه. وعايزين طبعا خريجين التربيه دول ما لهمش حاجه غير ان هو يشتغل معلم، فلازم يبقى هو الاولويه ليهم، مش يدخلوا يعني زي واحده زي حالاتي او غيري او غيره، يدخلوهم تعليم وبعدين يطلبونا تاني يطلبوا يطلبوا يطلبونا من الاول او يطلبوا لهم. مرتبتنا بتاخر، لكن تخيل ان انا بقالي 19 سنه مرتبي 1600 جنيه. احنا كمعلمين مش جايبين الحد الادنى، واحنا مش عارفين على اي قانون، يا ترى احنا على قانون 47 ولا قانون 18 ولا قانون 155؟ لو احنا على قانون 155 المفروض ماده 49 في القانون تقول احنا نزيد مع اي زياده للموظف، ما نقولش اي حاجه اضافيه زياده عن ما يسموه بالكادر اللي هو الحوادث الاضافيه. القاهره الكبرى فيها 10% من القاهره الكبرى اللي هم نص مليون وليكن 50,000 بيدوا دروس، فمش كل مصر بتدي دروس. يعني انا اعرف اداره تصفيح في مدرس لغه عربيه كبير الثانوي شغال عامل طول بعد الظهر، في مننا اللي شغال على الكافيه، في مننا اللي شغال في قهوه. ده مش حل التعليم. اذا كنت عايز تصلح الامه او بلدنا فعليك باصلاح التعليم. اصلاح التعليم يبدا باصلاح المعلم.